المدينة تبدأ تأسست في القرن السابع قبل الميلاد على يد مجموعة من البحار الفينيقيين. نظر لأهمية المدينة فصار فيها تطور يعني، أو مرت بعدة مراحل، المرحلة الرومانية والمرحلة البيزنطية ثم المرحلة الإسلامية. أبرز حدث صار في المدينة أنها انجبت إمبراطور عظيم حكم روما مدة 42 سنة هو وعائلته من بعده، وطد حكم الإمبراطورية الرومانية، ساهم في انتشارها وبث الاستقرار فيها. مدينة جميلة لما تحويه من مناظر أثرية وما تحويه من دفء، تحس بها أنك أنت زي ما تقول لما تخش تدخل لبدة أنك أنت كأنك تعود لقرون من زمن وتدرس التاريخ من جديد.